فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: مع قدوم البرد نحن نخرج دائما إلى البراري مع أهلنا، ويكون الجو بارد مثل هذه الأيام جدا، وعند الوضوء نقوم بتسخين الماء ولكنه لا يكفي، ونضطر لتسخين الماء عدة مرات، هل يجوز هذا التيمم؟ ما دام معكم ماء يكفي وعندكم ما تسخنون هذا الماء به فيجب عليكم ذلك، ولا يجزي التيمم ومعكم الماء والله جل وعلا وعندكم المسخنات والله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالذي يجد الماء لا يتيمم. نعم.